كنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن غرائب وطرائف شهدها عالم الكرة المستديرة، ولكن الطرائف لا تنتهي، فبقدر عشقنا لهذه اللعبة بقدر ما تجود علينا بمواقف تبقى خالدة في تاريخ كرة القدم. سنستعرض اليوم أشهر عملية الطرد التي تعرض لها لاعب كرة القدم، والبداية ستكون مع موقف غريب تعرض له مدافع منتخب الكاميرون أندري بيكي في مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا سنة 2008. بيكي تحصل على بطاقة حمراء وطرد من الملعب بسبب يكاد يكون الأغرب في تاريخ من أخرجوا ببطاقات حمراء، حيث لم يقم اللاعب الكاميروني بعرقلة لاعب خصم بل قام بعرقلة ممرض لفريق الخصم. الموقف الغريب حرم اللاعب من المشاركة حتى في نهائي البطولة، واضطر بيكي لمتابعة هزيمة منتخب الأسود أمام المنتخب المصري من مدرجات الملعب. في العادة يحاول اللاعبون تجنب الأوراق الصفراء والحمراء لما لها من عواقب على المستوى الجماعي والشخصي أيضاً، ولكن لاعبنا اليوم حطم جميع الأرقام القياسية في سرعة تلقيه للبطاقات الصفراء والحمراء. أليكس لو لاعب فريق غارفورث تاون والذي ينافس في دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم ارتكب مخالفة ضد أحد لاعبي بريد لينكتون تاون لمنع هجمة مرتدة. الحكم قرر مواصلة اللعب لإتاحة الفرصة، ولكن لو لم يكتفي بالمخالفة الأولى ليتدخل بعنف مجددا مصرا على صد الهجمة. الحكم تدخل أخيرا وقرر معاقبة اللاعب بورقة صفراء على كل مخالفة ارتكبها ثم إقصائه بالحمراء، ليكون بذلك أسرع لاعب يتحصل على 3 بطاقات في فترة زمنية قدرت ب 12 ثانية فقط. دائما مع البطاقات الحمراء ومع موقف غريب حصل مع لاعب تلقى بطاقتين حمراوين في نفس المباراة. القصة الغريبة وقعت في لقاء بدوري الدرجة الثانية الإسباني أثناء مباراة فريقي فوينلامبرادا أمام جيرونا، وبطلها اللاعب كريستوبار ماركيز الذي أقدم على تدخل عنيف ضد منافسه أليكس جيراني قائد الفريق المنافس، ليشير الحكم في وجه البطاقة الحمراء. اللاعب لم يعترض وتوجه مباشرة لغرفة تغيير الملابس، ولكن حكام الفيديو طلبوا من الحكم مراجعة الفار ليقرر سحب البطاقة الحمراء وإعادة اللعب للمباراة. كريستوفر ماركيز بعد عودته إلى الملعب عاد لينتقم من اللاعب الذي تسبب في طرده أول مرة متهما إياه بادعاء الإصابة، ليتطور الأمر إلى اشتباك بين اللاعبين ليعود الحكم ويشهر البطاقة الصفراء لكل منهما، فكان الإنذار الثاني إلى كريستوفر ماركيز ليخرج هذه المرة مطرودا دون رجعة في لقطة طريفة جدا. نختم بأغرب إقصاء ومع البطاقة الحمراء الأخيرة والتي كانت من نصيب الحكم المساعد. اللقطة الغريبة حصلت في مباراة جمعت فريقي دوندي وكيلمارنوك في إطار منافسة كروية بسكوتلندا. حكم اللقاء ريفيري تومسون قام وأثناء تنفيذ ضربة ركنية برفع البطاقة الحمراء في وجه مساعده أندريو مات استياء من تعطيله للمباراة جراء وعكة صحية مفاجئة أصابته. طبعا تصرف غريب من الحكم ولقطة نادرا ما نشهدها في ملعب كرة القدم. بهذا نختم فقرتنا، نلقاكم في موعد جديد في أمان الله.